مشروع مستقبل مصر يا فندم في رؤية جديدة. هنا سيادتك يا بهاء خد وقتك حاضر فعلا. يعني ما تستعجلوش، احنا من يعني احنا عايزين نطمن ان احنا امورنا ماشيه تمام سيادتك. انت ما تستعجلش يعني. حاضر فعلا. فارجع تاني لل لو سمحت ارجع للسلايد. احنا معانا يعني مستثمرين، حاضر، ومعانا الاعلام، ومعانا من اجهزه الدوله. تمام. مهم قوي ان احنا نبص على ده ونتكلم فيه بشكل مريح، لان مثلا ارجع لو سمحت. يعني المرحله الثالثه اللي انت حاططها 23-24، احنا بقى كلامنا ولا يا دكتور مصطفى، احنا كلامنا ان احنا ما نقدرش نستنى لغايه 24 يا بهاء. تمام سيادتك. طب ده هيبقى محتاج مننا واحنا موجودين دلوقتي كده يمكن نضغط على نفسنا شويه عشان الظروف اللي انتم شايفينها، مش كده ولا ايه؟ صح. فيعني ارجو انك انت ايه يعني، انا انت عارف حاجتك اللي بتعملها وانا متاكد من كده. تمام سيادتك. لكن انا يهمني ان احنا كمصريين دلوقتي نبقى شايفين ده واحنا وشايفين تطوراته والاهداف بتاعته ايه، لان انا هتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير. تمام سيادتك. وبالتالي ادينا فرصه ان احنا نبقى مطمئنين. انا ما اقدرش اكون مطمئن لو تجاوزت 23 يا بهاء. تمام سيادتك. في الرقم اللي انت حاطه هنا في مستقبل مصر، مصر غير اللي في توشكا وبني سويف والمنيا واللاهون وغيره، ولا انا بقول كلام صح؟ تمام سيادتك. فانا ليه بنقول كده؟ ليه رجعتك ونبص على الارقام ديت؟ وعشان كده بقول لك حتى لو هنضغط على ده، يعني ما انا عارف ان الترعه اللي بتتعمل دي وانا قلت الكلام ده قبل كده، لكن باكده عشان نقول هو التكلفه دي تكلفه بسيطه يا دكتور مصطفى. لا صحيح، التكلفه هنا انا بقولها لينا كلنا، وانا اسف اني قطعتك يا بهاء. يعني تمر سيادتك فعلا. يا جماعة اللي بتسمعونا وبتشوفونا دلوقتي، التكاليف اللي بتتعمل في المشاريع دي أكبر كتير كتير من أي تكلفة بتتعمل في الدلتا. ليه؟ أكيد وانتوا جايين شفتوا من احنا دخلنا في عمق الصحراء، رغم ان الشريط الموازي للنيل بيتزرع بطريقة تانية خالص، ولا يا دكتور مصطفى؟ بيتزرع ايه؟ بيتزرع بانحدار طبيعي للمية، ودي رابع او خمس مرة اورا. يعني ايه من انحدار طبيعي؟ يعني مش محتاجين حاجة، المية ماشية من العالي يعني للمنخفض، وبالتالي ما فيش مشكلة فيها. ولكن لما تيجي تبصوا من فوق على الشريط الموازي للنيل خلال السنين اللي فاتت، تلون ان احنا بنينا عليه وسبنا الصحراء، وسبنا الظهير الصحراوي اللي موجود اللي ممتد على اجناب النيل اللي كنا ممكن نبني فيه مدن ونبني فيه حياتنا، ونسيب الارض الزراعيه الغاليه ديت اللي تكلفتها علينا مش كتير. كل اجراء احنا ما عملناهوش بندفع ثمنه دلوقتي. كل اجراء الدوله ما خدتش بالها منه وما عملتوش. انا مش بتكلم في سنه وعشرة وعشرين، انا بتكلم في 40 و50 سنه. وعشان كده بقول لينا كلنا، حتى احنا دلوقتي في نقاش بيتم في البلد، وفي حوار يعني في حراك كبير جدا جدا، واحنا سعداء بيه. لكن بقول لكل اللي بيسمعني من فضلكم، الدولة حاجة تانية، الدولة كلامها حاجة تانية، وإجراءها عايز كتير من الفهم والدراسات عشان تقول اللي انت ماشي فيه ده ناجح ولا لا، يتوافق مع التطور اللي البلد فيه ولا لا، هيتحدى خلال الخمسين مئة سنة ولا لا، ولا الموضوع في وقته. بقول كده ليه؟ لان ممكن اول حد يقول طب انتوا بتكلفوا التكاليف دي ليه؟ احنا لسه ما دخلناش في دي، مش كده بقى؟ تمام ست لا احنا بنتكلم في ارقام كبيرة. انا كنت ذكرت قلت من 200 ل 300000 جنيه للفدان، يعني المليون فدان دول يخشوا في 200 250 مليار جنيه. ده على الاسعار اللي احنا كنا متكلمين عليها من سنتين ثلاثه، يعني دلوقتي بقى اكتر من كده ممكن. طب حد يقول ازاي يعني؟ طب البدائل ايه؟ البدائل لو ما عملناش كده يبقى ايه؟ اذا كنا احنا من لو في خلال ال10 سنين اللي فاتوا دول زدنا تقريبا 20 مليون،
ال 20 مليون دول طلباتهم قد ايه من السلع الاساسيه؟ طب احنا نمونا كدوله وانتاجنا يقدر يكافئ ده؟ مش بتكلم في الزياده السكانيه، انا بتكلم في 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 تخطيط دوله لتحقيق الكفايه لشعبها. وبالتالي ما عندناش خيار تاني. حتى تقول دي طب ما نستورد من بره. طب ما ندكوا النهارده الازمه اللي موجوده دي ازمه كاشفه للموضوع دوت. فما تستعجلش يا بهاء. وانا يعني الفريق محمد. يا محمد احنا مش هنقدر نستنى المده دي يا جماعه. مش هنقدر يا محمد. ولا يا بهاء. اللي تمر بيه سيادتك فندم. كان عليا خلص امبارح. اقعد يا محمد. ان شاء الله كان عليا يخلص ايه؟ امبارح سيادتك. انت النهارده تحرمني من 400,000 فدان ينتجوا قد ايه قمح لو عملتهم قمح؟ اقل من مليون طن؟ مش اقل من مليون طن. مش كده يا دكتور مصطفى؟ طب يعني طب ليه؟ طب هم بكام؟ طب بقت القضيه كمان مش بكام دلوقتي؟ هم متاحين في السوق العالمي ولا لا؟ فانا ما اقدرش استنى في اللي انت بتعرضه ده المرحله الثالثه دي. تحت امر سيادتك فندم. انت قضيتك في الترعه، انا بقول كلام معقول؟ بالظبط سيادتك. والباقي كله ما يا اهاب، هو احنا هنخلص الترعه دي امتى؟ احنا ان شاء الله يا فندم هنخلص الترعه في نهايه السنه دي ان شاء الله. طب خلاص الترعه برافدها ولا ايه؟ احنا يا فندم كنا مخططين ان احنا في الدلتا الجديده، لان مستقبل مصر ده جزء من مشروع الدلتا الجديده هتغطي 800,000 فدان. طيب انا بتكلم على التوقيت بتاعها. دي الترعه دي غير الترعه اللي فوق بتاعت الحمام صح؟ ايوه فندم. طيب الاثنين هيخلصوا اخر السنه دي؟ الترعه اللي هي بتاعت مستقبل مصر ان شاء الله اخر السنه هتخلص. طيب شهر 12. طب والحمام اللي فوق؟ الحمام يا فندم ان شاء الله رب العالمين هنخلص في شهر 12، هيبقى متبقى لنا التوريدات بتاعت الطرمبات اللي جايه من بره. احنا مخططين معاهم يا فندم ان شاء الله ان الطرمبات ان شاء الله اخرنا في شهر 2 اللي جاي ان شاء الله. طيب انما الترعه نفسها بمحطات رفعها ان شاء الله؟ بمحطات رفعها يعني محطات الرفع عندنا يا فندم ان شاء الله تخلص في شهر 9. المحطة الرئيسية اللي هي 7.5 مليون متر مكعب إن شاء الله ينتهوا في شهر 7. أنا يعني سيادتك معايا موقف تنفيذي لكل المشروعات القوات المسلحة يا إيهاب. أي فندم خليني حتة حتة بس عشان أنا وأنت واللي شغالين ومتابعين الموضوع والدكتور مصطفى عارفين الحكاية. تمام. لكن إحنا يهمنا إن الناس كمان في مصر تعرف الحكاية. تمام. أنا بتكلم الترعة بمحطات رفعها يا إيهاب. يا بهاء. يا بهاء. أمر سيادتك فندم. بدام هتكون خالصة على آخر السنة. إن شاء الله. 22 لو لينا عمر يعني. هل هيبقى في تحدي إن الكمية المطلوبة ديت اللي هم المرحلة الثالثة تدخل معانا بحيث إن هي على الأقل نشيل سنة من تبقى 22 23 أو 23 كلها؟ نراجعها يا فندم ونعرضها على سيادتك. يعني راجع بس الاعمال الصناعيه اللي هتتعمل فيها وامتداد الترع. ما احنا شغالين بالتوازي بس الجزء اللي تحت ده فندم مش كله، من 400,000 فدان احنا تقريبا مغطيين منه 200,000 فدان. باقي ال 400,000 فدان دول يدرسوا وان شاء الله ناخد لنا اسبوع ان شاء الله ونعرضه على سيادتك. طيب اتفضل يا ايهاب. اتفضل يا ايهاب. اتفضل اذا سيادتك سمحت لي فندم. هو التصرف فينا 10 مليون متر وحاليا الانشاء بيتم لحوالي 7 مليون، فان شاء الله سيادتك لو ال 10 مليون ده يتوقف على دخول 10 مليون متر ومحسوبه سيادتك وفقا للتصرفات المائيه المحسوبه من وزاره الري. سيادتك برضه فندم المكبر لمشروع مستقبل مصر اعاده ليه، سيادتك احنا عندنا المرحله الاولى اللي تم تنفيذها هي 350,000 فدان، ودي مرحله تم تنفيذها في خلال الاربع سنوات الماضيين. المرحله الثانيه والثالثه هنراجع فندم تمام سيادتك ان احنا ندمج المرحلتين مع بعض وان شاء الله باذن الله فندم نكون قادرين على التنفيذ. سيادتك كنت خصصت لنا مساحه 34,000 فدان سيادتك في فبراير الماضي، وان شاء الله يا فندم سيادتك هيخشوا معانا في اكتوبر زراعات القمح باذن الله سيادتك. سيادتك خصصت لنا 10,000 فدان يا فندم في شرق طريق مصر اسكندريه الصحراوي، وبالفعل تمت زراعتها سيادتك، واحنا ان شاء الله بدء الحصاد بدا فيها بالفعل دلوقتي سيادتك. وان شاء الله باذن الله يا فندم. طب احنا برضو كلام
الكلام كلام مهم بيجيب بعضه. وانا جاي دلوقتي بالشفت ان في اراضي في نطاق الارض ديت مش بتاعتك، مش تبع مستقبل مصر، لكن تبع وزاره الزراعه والبحيره اذا كنت انا فاهم الدكتور مصطفى. ولقيت الارض دي ارض يعني مش واضح ان بيتعمل فيها شغل. طب يا جماعه انتوا خصصتوا الاراضي للمطورين او للمستثمرين والاراضي دي ما اتزرعتش، طب ما نراجع مع الناس اللي موجوده هناك. تطلع اللجنه من وزاره الزراعه والري والمحافظه واي حد تاني، طب لو في مشكله عند الناس دي ما نساعد في حلها، ما هي دي ارض وهم موجودين عليها بقالهم سنوات. لو بنام احنا وفرنا لهم الارض وما عنده، لو طب لو عندهم مشكله يا دكتور مصطفى، طب ما نشوف ايه المشكله اللي عندهم ونساعد. ما دي ارض متاحه وممكن تخش معانا. انا شفت كميه كبيره الحقيقه من الاراضي ما لقيتش عليها اثار عمل يعني. فلو في مشكله عندهم نحل، نساعد معاهم، نشجعهم وبتاع عشان تتزرع الاراضي دي. لكن احنا على كل حال انت دلوقتي بتكلمني في 650 الف فدان خلال 22. تمام سيادتك، فهمت. على التخطيط القديم، على التخطيط القديم سيادتك 650 وال 34 وال 10 44 مش كده؟ تمام سيادتك، فهمت. يبقى ايه حوالي كام؟ قرابه سيادتك ال 700 الف فدان، فهمت. مش كده؟ تمام سيادتك. يبقى احنا على الاقل بنتكلم دلوقتي من غير اي تعديلات. تمام سيادتك. في 700 الف فدان. تمام سيادتك، فهمت. طب اتفضل. ثم مشروع مستقبل مصر فندم في رؤية جديدة. توجيهات سيادتك دائما فندم بجودة التخطيط وجودة التنفيذ، وهذا كان يا سيادتك هذا هو المبدأ العام لمشروع مستقبل مصر. البدء في استصلاح وزراعة 350 ألف فدان تم الانتهاء منهم سيادتك. هناك سيادتك كانت تحديات كبيرة، ولكن سيادتك أنجزنا بفضل الله، وسيادتك دعم كل العاملين بهذا المشروع. سرعة وجودة التنفيذ فندم بنتكلم عن يعني أعلى معايير الجودة مع مراعاة سرعة التنفيذ في مرحلتين. المرحلة الأولى سيادتك هي مرحلة تنفيذ البنية التحتية، وده سيادتك من خلال المواصفة المناسبة التي تتماشى مع متطلبات التنفيذ، وبنقدر سيادتك نحققه على أرض الواقع. وده سيادتك يعني إحنا حاليا يعني هو موجود حاليا في المساحة المستصلحة. المحور الثاني سيادتك هي مرحلة الإنتاج، وأيضا فندم يعني بنتعامل بأعلى معايير الجودة في مرحلة الإنتاج. أيضا بعد ذلك سيادتك زراعة المساحة الكبيرة المتصلة. إحنا قدام سيادتك مشروع كبير جدا وهو ميجا بروجكت، وإحنا هنا سيادتك بنعظم المبدأ الاقتصادي لوفرات السعة ووفرات الإنتاج. سيادتك المشاريع الكبرى برضو بنقدر إن إحنا نستفيد من وفرات الإنتاج، سواء في تنفيذ مراحل البنية التحتية أو سيادتك أيضا في مراحل الإنتاج. نأتي بعد ذلك يا فندم استخدام أنظمة الزراعة الحديثة. إحنا قدام سيادتك أنظمة الري المحوري بنستخدمها هنا في المشروع، ودي سيادتك لما تتمتع به من مرونة مع طبيعة الأرض المختلفة، وبنقدر إن إحنا نزرع سيادتك تضاريس ومورفولوجي مختلف عن الآخر بهذا النظام. أيضا عندنا ري تحت السطحي وري التنقيط. يأتي بعد ذلك فندم المسح الرقمي، وهي من الحاجات المؤثرة في العملية الزراعية أيضا أثناء التنفيذ وأثناء مرحلة الإنتاج. المسح الرقمي بيقوم بعملية المسح الرقمي للأرض كلها في مرحلة التنفيذ عشان أقدر أرفع تضاريس الأرض، وأقدر سيادتك أتحكم في اتجاه ومرور المياه، وده سيادتك أيضا ليه عامل كبير جدا في توفير التكلفة. في المرحلة الإنتاجية فندم هو برضو ليه دور كبير جدا في اكتشاف صحة النبات والري المتجانس والغير متجانس، وده عن طريق سيادتك البصمة الطائفية، وده بيوفر سيادتك أيضا علينا في تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه سيادتك النبات وحالته الصحية. أيضا يأتي بعد ذلك فندم مجال التكنولوجيا والتحكم في مجال إدارة الطاقة والمياه. حسن إدارة الطاقة والمياه بيعكسوا رؤية المشروع في الإدارة، لأن سيادتك دول من العناصر الهامة جدا في التكلفة وفي قائمة التكاليف، وتمثل من 25 لـ30%، وده سيادتك رقم كبير جدا. يعني لو افترضنا أن في 5000 جنيه سيادتك في الفدان، يعني لو احنا عندنا 500 ألف فدان وعندنا إهدار فيهم، يبقى تقريبا 2.5 مليار في كل عملية إنتاجية، وده رقم كبير جدا يعني يستدعينا أن احنا نتوقف في الإجراءات اتجاهه. يأتي بعد ذلك سيادتك، أنا بس معلش ارجع لو سمحت، أنا برضو هنا كلامي معانا في مثل الافتتاحات أو متابعة المشروعات بتاعتنا بيبقى الهدف منها
مش فقط ما انا ممكن الكلام اللي انتوا بتقولوه ده احنا متابعينه، وممكن لما اخذه بالتليفون حتى يبقى الموقف واضح عننا، لكن احنا لما بنيجي نتكلم واحنا موجودين معاكم هنا بنتكلم الهدف منه ان احنا نفهم بعضنا البعض كل فيما يخصه الحكاية ايه. هديكم مثال، هو يعني بيتقال ايه البنية الاساسية للموضوع. انتوا تفتكروا مشروع زي ده ياخد كهرباء قد ايه؟ اقل من 1000 ميجا بقى؟ 1250 بالظبط يا سياده. كويس. هو مش دلوقتي هو الرقم بيتقال، لكن تفتكروا لو كانت اولويات الدوله خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا مش داخله فيها الكهرباء والبنيه الاساسيه؟ لان انا يعني طبعا متابع الكلام اللي بيتقال كويس ومهم قوي ان انا مش هرد عليه نظري، لا يهمني ان انا ارد عليه مش عشان حاجه، عشان افهمه اقول لينا كلنا. اذا كنتوا بتتكلموا على 1200 ميجا هنا للزراعه واحنا ما كانش عندنا كهرباء تكفي البيوت، يبقى كان ممكن ابدا حد ياخد قرار انه يجهز بلد في فتره الحفاظ على بقائها من سبع سنين من غير ما ياخد الاجراء ده؟ طب المستشفيات اللي ما فيش فيها كهرباء، طب البيوت اللي الكلام اللي قلته قبل كده، البيوت اللي انا اسف يعني اللي بيتقطع الكهرباء فيها على مدار اليوم مره واثنين وثلاثه تعمل ايه؟ انا مش بتكلم في رفاهيه، انا بتكلم في عناصر مهمه. وبالتالي ما كانش ممكن ابدا لما يجي نتكلم في بناء مشروع زي ده او حتى اللي موجود في توشكا تقول لي خلي الاولويات بتاعت الكهرباء لمرحله متاخره مثلا، او حجم الطرق. هتلاقوا ورا منكم هنا طريق الضبعه بترفع كفاءته وبيتوسع عشان حجم التوسع اللي بيتعمل هنا. حد يقول طب يعني ما كان ممكن نأخره برضو، مش كده؟ اوعى اوعى انتبه انتبه، اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش. الناس بتسمعك، ولما يلاقوا الكلام مترتب يفتكروا انه كلامك حقيقي، وتبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الكلام، ظلمت نفسك وظلمت الكلام. اسمعوا، احنا بنتكلم في مشروع 2.5 مليون فدان تقريبا، ممكن يكون 25% من الارض الزراعيه اللي موجوده على مساحه مصر بالكامل، اللي موجوده على مساحه مصر بالكامل على مدى الاف السنين اتعملت. طيب هو انا النهارده في الريف مش بظبط الكهرباء وبظبط الميه وبظبط الطرق وبظبط عناصر اخرى في مشروع حياه كريمه يا دكتور مصطفى؟ وبنتكلم بنقول ان المشروع ده داخله في 800 900 ومع الاسعار اللي حصلت دي يمكن الرقم يعني يمتد منها شويه لتريليون جنيه ولا حاجه، ولا الكلام ده مش طيب؟ اذا كنت انت بتنفق على ال 10 مليون فدان اللي هم اقل من 10 مليون فدان كمان بتنفق على عشان تظبط جودة حياة الناس، واللي ما عملتوش خلال الأعمار السنين الطويلة اللي فاتت دخلك في 1000 مليار جنيه في 3-4 سنين احنا بنتكلم فيه. يبقى انت هتستكتر ان انا لما اجي ازرع واعمل هنا كل شيء من الكهرباء للطريق لتسوية الأرض لشبكات الري للترع، الكلام ده كان معمول على مدى اتعمل في مصر، اتعمل في 400-500 سنة عشان تزرع الأراضي ديت في الدلتا القديمة، اتعمل الكلام ده في 400-500 سنة، أنت جايز عايز تعمله في 4-5 سنين. لا لا ده حكاية كبيرة قوي اللي بتتعمل يا مصريين.
من فضلك ما تحطش رجل على رجل وتتكلم في موضوعات ما خدتش حقها من الدراسات بشكل مستفيض من متخصصين، ومش بس كده، وتجمعت في سياق فكري وعلمي وتخطيطي عشان دي تم طرحها. ما تعملتش في السياق يعني ايه؟ يعني اللي ما تاخدش حته وتتكلم فيها وتسيب الباقي. انا سمعت من ضمن الكلام اللي كان بيتقال بتقول ايه؟ كنت ركزت على التعليم. الاولويه كانت التعليم. طب وانا جاي ارد دلوقتي؟ لا لا لا، الكلام ده انا قلته قبل كده يا جماعه. هو انتوا في مصر كنت ممكن تاجلوا كل شيء وتخلوا الاولويه للتعليم، وهو امر مهم ومهم جدا، لكن كان هيتحمل الناس في مصر ان مفيش كهرباء ومفيش طريق ومفيش ترعة كويسه ومفيش انتاج غذائي كويس و و و هتستحملوا معايا ده عشان تعلموا اولادنا وبناتنا تعليم كويس على مدى 14 سنه ويبقى كل موارد الدوله المحدوده، موارد الدوله الايه المحدوده، تحطوها في التعليم؟ وبقول ده امر ما فيش فيه كلام مهم، لكن احنا كبشر كناس كمواطن ماشي في الشارع هيتحمل تبعات ده؟ ده كلام يعني كلام مهم قوي ان احنا ناخد بالنا منه قبل ما نطرحه على الناس ونعمل منه سياق لرأي عام ونقول الرأي العام الأولويات دي كانت ممكن يتاخد فيها الكلام. الكلام اللي اتعمل في مصر في السبع سنين اللي فاتوا أول شيء كان فيه يعني توفيق كبير جدا 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 من ربنا فيه. طب هو اتبنى على هوى شخصي أو هوى حكومة يا دكتور مصطفى؟ لا يا جماعة، احنا الكلام ده قبل ما يتعمل اتعملت لجنة من كبار أساتذة الجامعة ورجال الدولة اللي كانوا معنيين بالموضوع ده، واتحط تصور على بعضه عشان ننفذه عشان كل الكلام يتعمل يحقق أهدافه، لأن ما كانش ممكن نبني على خطوة ويكون تحت منها مفيش أساس ليها، ما نتحركش تحرك. وأنا بتكلم معاه أنا بقول له ما تعمل لي ال 400 ألف فدان دول السنة دي، يرد عليا بها يقول لي خلي بالك احنا الترعة هتبقى مش عارف ايه وحجم المية اللي فيها ايه، مش كده برضو يا بهاء ولا انا مش واخد تمام سيادتك؟ اذا يا جماعة واحنا بنتحرك في كلامنا ودلوقتي وانا بقول الكلام دوت عشان انا بطبيعتي انا بطبيعة الحال بحب دايما ابقى شايف ومتابع واسمع الكلام كله وده مهم، لكن وانا بقول الكلام ده ليه دلوقتي دي في اللقاء ده مش رد على حد، لسه قدامنا في الحوار الوطني ده دكتور مصطفى كلام كتير، وهنستنى وهنسمع وهنكلم احبابنا في كل من اللي بيطرحوه. انت الملف منتبه له كويس قبل ما تتكلم فيه؟ مذاكره؟ أقول حاجة، البيانات متوفرة؟ طبعا البيانات متوفرة، طبعا كل البيانات موجودة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية بالتفصيل. المهم انك انت تعمل منها سياق زي ما قلت كده في الموضوع اللي انت عايز تتناوله، في النهاية تقول انا شايف ان انتم عملتوا او بتعملوا 1 2 3 4، واتصور بالعلم وبالتخطيط كان يتعمل كده كانت النتائج هتبقى افضل، وانا محتاج اسمع ده مش انا بس كمسؤول، لا كلنا حتى الحكومه. بس من فضلكم ما تفرغوش مضمون عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا، مش على الحكومه ومش عليا ومش على البلد الناس اللي بتشتغل، لا على مصر. خايف لنكون احنا خايف
نكون احنا بنجحد او جاحدين مع كرم ربنا علينا. الكلام ده اتعمل، مش ده الكلام اللي انا بتكلم فيه، ده اتعمل مع دولة مستهدفة بإرهاب وتطرف، وجماعات قاعدة تتكلم ليل ونهار، وعناصر بتتكلم بكلام لا يليق والله العظيم، يعني بين الكذب، الكذب والبهتان والإفك، و يعني مش ممكن. ولكن ربنا موجود ومطلع وشايف، ومفيش كلمة هتتقال أو تتكتب إلا ما صاحبها هيتحاسب عليها، مش مني، من ربنا. إذا كنتوا بتؤمنوا إن في ربنا اللي بيكذب وفاكر إن ده، واللي بيقول إفك وبهتان على الناس، إذا كان هو مؤمن إن في ربنا، الكلام ده هيتم الحساب عليه. وصاحبه، صاحبه اللي هو بقى بيساء لي، ما اعرفش الكلام ده هتعرفوه، يعني اللي هم بيكتبوا كده، دي صدقة جارية. صدقة يا دكتور مصطفى؟ صدقة جارية، يعني كل مسؤول في الدولة يساء لي ويتقال فيه كلام مش مظبوط، كذب، او حتى في موضوعات من اللي احنا شغالين فيها ديت، ويتم الإساءة ليها أو تفرخها من مضمونها كذب، سواء بقى تقصد أو ما تقصدش. لأن أنا قلت قبل كده إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق. يتحرى الصدق ده إنك لا تبلغ ما لا تعلمه، مش سمعت حاجة تروح مرددها وأنت لا، قبل ما تقولها بقى بنام هتنشرها على الناس ذاكرها كويس. صدقة جارية، يعني أعراض الناس يا دكتور مصطفى لما يساء ليها، يعني دي هتبقى إيه؟ صدقة جارية. كل من يقراها دلوقتي أو حتى بعد ما المسؤول ده أو المسؤولين دول يقابلوا ربنا يلاقي الأجر جاي له، أصلهم شتموك، أصلهم أساءوا إليك، أصلهم حد أرى الإساءة دي فدي أجرها. الحكاية كده، أنتوا فاكرين الحكاية مع ربنا حكاية كده؟ ده مثقال ذرة، مثقال ذرة خيرا يرى، ومثقال ذرة شرا يرى. اللي هيعمل طيب أجره على الله، واللي هيعمل رضي حسابه على الله. اتفضل يا بقى. تحتمل سيادتك فن. ثم استكمالا وتأكيدا لكلام سيادتك فندم، احنا بنتكلم عن مشروعات البنية الأساسية اللي الدولة سيادتك يعني نفذتها، وده بما يتميز به المشروع بموقعه العبقري لقرب سيادتك بين كل المحاور. عندنا سيادتك المحور الإقليمي، عندنا توسيعه سيادتك محور رود الفرج اللي هو محور الضبع الجديد، ده فندم يعني بيفرق معانا كتير جدا سيادتك، طبعا في نقل السلع الوسيطه، في نقل المحاصيل، قربها من المواني والمطارات، اضافه كبيره جدا سيادتك للاقتصاد الزراعي داخل هذا المشروع. ياتي بعد ذلك فندم اداره الرقمنه، واحنا هنا سيادتك قدام اداره قويه جدا، المشروع سيادتك بيبني عليها قراراته، وفيها قسمين، قسم سيادتك الداتا اناليسيس او تحليل البيانات، واحنا بنحلل كل البيانات حتى سيادتك، والقسم ده سيادتك بيقيم اداء الموظفين ودوره ان هو يعضد الايجابيات ويتلاشى السلبيات سواء في العمليه الانتاجيه او العمليه التنفيذيه. القسم الاخر هو قسم التنبؤ، وده سيادتك بيتنبأ بالازمات العالميه وارتفاع اسعار العالميه، وايضا برضه سيادتك زي حاجه زي المتغيرات المناخيه، وهنتكلم عنها سيادتك في دور الصوب في هذا الايه، في هذا التغير المناخي. البحث العلمي سيادتك احنا بنقوم بعمليات البحث العلمي مع مراكز البحوث الزراعيه زي المركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء والزراعه وكليات الزراعه، وفاتحين سيادتك يعني بابنا لكل الابحاث داخل هذا المشروع. تنميه الموارد البشريه، المورد البشري والاستثمار في العنصر البشري اهم من نجاح هذه العمليه فندم، ويقدر ب 80% منها. سيادتك احنا بنعمل برامج للزراعيين والاداريين والفنيين، وايضا في دعم كامل من اداره المشروع سيادتك، سواء الدعم الاجتماعي او المادي او الدعم الصحي، وده سيادتك بيحقق تنميه روح الولاء لهذا المشروع.
ايضا يا فندم في هذا في يعني في هذا البند او في هذا المحور احنا بنتكلم على خلق جيل جديد يجابه التوسعات المستقبليه بنظام الزراعه الحديثه، وده مهم جدا سيادتك لاعتماد هذه المشاريع على العنصر البشري. ياتي بعد ذلك يا فندم زياده القيمه المضافه، وده من خلال سيادتك وجهت بعمل منطقه صناعيه ليصبح في تكامل زراعي، وقرب المنطقه الصناعيه من مركز الانتاج بيحقق وفره كبيره جدا سيادتك في التشغيل، وده سيادتك ايضا يا فندم بيتم حاليا في اولى خطوات البدء له. ثم هنا فندم بنتكلم عن مشروع مستقبل مصر والمحاصيل الاستراتيجيه. احنا هنا سيادتك يا فندم من خلال هذه الادارات اللي موجوده او اداره الرقمنه بنرصد سيادتك دايما حجم واردات مصر الزراعيه اللي على اساسها سيادتك بيراعى ده سيادتك في تخطيطنا للمستقبل. احنا بنتكلم عن واردات من مصر من القمح والذره والفول والصويا عام 21 8 مليار دولار، وده رقم سيادتك كبير، ولكن لولا وجود هذه المشاريع اللي نفذتها القياده السياسيه خلال 5 اعوام في خلال هذه الازمه زي ازمه سيادتك روسيا واوكرانيا او ازمه الكوفيد لكانت تفقمت هذه الازمه، ودي سيادتك الحاجات او دي سيادتك الدعائم الرئيسيه اللي قدرت تسيطر على الازمه داخل جمهوريه مصر العربيه. ياتي بعد ذلك سيادتك احنا بنتكلم تفصيلي ثم عن القمح. هنا سيادتك دور مشروع مستقبل مصر وخطته الحاليه والمستقبليه. سيادتك المشروع السنه دي يا فندم زرع 40,000 فدان قمح، ولكن فندم احنا دايما هنا سيادتك بنحافظ على التوازن الانتاجي الزراعي لضمان يعني وجود المنتج في الاسواق المحليه او كل المنتجات، ليس السلعه الاستراتيجيه فقط بل جميع السلع. عندنا سيادتك في هذا الاطار احنا متعاقدين مع وزاره الزراعه لانتاج سيادتك 18,000 فدان لاغراض الاكثار والتقاوي يحققوا زراعه 600,000 فدان لهذا الموسم، واحنا هنا سيادتك اغراض الاكثار او التقاوي لما يتمتع المشروع به من جوده مناخ سيادتك وسيادتك معدل اداء وظيفي مناسب، وايضا سيادتك جوده التربه. في موسم 23 ان شاء الله مخطط 120,000 فدان يا فندم تحقق 360,000 طن، ده سيادتك طبعا يا فندم كان على ضوء التوسع، ولكن احنا هنراجع يا فندم تعليمات سيادتك ونشوف لو ان شاء الله يا فندم هتزيد هذه المساحه وفقا للمساحه المنفذه ان شاء الله في البنيه التحتيه. متوقع سيادتك 2024 350,000 فدان، يعني هيضيف المشروع اضافه جديده سيادتك للاقتصاد المصري حوالي 1,000,000 طن. ياتي بعد ذلك لا معلش ارجع هو تمام. طبعا انا عارف ان الكلام هيكمل بعضه تمام سيادتك، لكن انا بس حبيت اشاور على نقطه مهمه هنا، ان الكلام اللي بيقوله او اللي بيتقال دلوقتي بيتقال ايه؟ طب لما انتوا عندكم هنا 150 200 300 400 حتى 1,000,000 فدان، ليه كلهم ما بتزرعهمش قمح؟ وده سؤال مهم ان ممكن الناس تساله دلوقتي يا بهاء، ولازم نرد عليه دلوقتي. نقول ايه؟ انت على سبيل المثال بيقول ايه؟ احنا بالتنسيق مع وزاره الزراعه في زراعه لانتاج التقاوي، الارض ارض جديده، ارض بعيده عن الامراض والكلام دوت، وبالتالي هي بيئه صالحه، وبعدين هي ارض على بعضها، يعني بيجي يخش يعمل حاجه ينتجها في 10,000 فدان يقدر يطلع في ال 10,000 فدان دول البرنامج اللي هو عايزه، لو محتاج 20 نفس الكلام 30 لغايه 60,000 فدان زي ما بيقول. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا واحنا بننتج ده حريصين على ان احنا ننتج منتجات اخرى هيبان دلوقتي، عشان بس ما حدش يبقى متصور ان الموضوع هو قمح فقط، لا هو قمح وذره ومنتجات غذائيه اخرى، لان المكان ده زي ما اتقال كده في من المقدم بهاء، انت خدت الدكتوراه ولا لسه؟ لا لسه سيادتك فندم، ان شاء الله السنه دي باذن الله يا فندم. ربنا يوفقك. الفكره اللي انا عايز اقولها هنا في الموضوع دوت، ان المكان اللي احنا بنتكلم فيه هو قريب جدا من اسواق القاهره والجيزه والاسكندريه، زي ما انتم شايفين المكان ده مكان زي ما اتقال مكان يعني اكتر من رائع وعظيم، وبالتالي ما نقدرش نقول، وبرضه من مش عارف اللي هقوله ده صح ولا غلط، بس من خلال مناقشاتكم عرفته، انا ما اقدرش ازرع القمح كل سنه في نفس الارض ولا يا بهاء؟ طبعا سيادتك فندم لازم دوره زراعيه. السيد وزير الزراعه يردني، مش كده يا فندم؟ يعني انت محتاج دايما انك انت ما تقدرش تقول نفس الارض تتزرع كل سنه قمح قمح قمح، لا بتعمل هنا قمح وبعدين مش ولا ايه يا فندم؟ هو سيادتك فعلا زي ما سيادتك بتقول ان مساله الدوره الزراعيه وتغيير الزراعه من موسم لاخر بيحافظ على خصوبه التربه ويحافظ على جوده المشروع،
وبالتالي احنا حضرتك في اطار زي ما سيادتك قلت كده، احنا لما بنعمل مشروعات كبيره زي حضرتك ما بتقول كده هتاخد بتاخد وقت كتير من الدراسات والتخطيط، وعلى حسب نوع التربه التركيب المحصوليه وعلى حسب العائد الاقتصادي، لابد ان احنا ناخد في الاعتبار ان المساله احنا كدوله متجهين نحو تدعيم المحاصيل الاستراتيجيه، لكن على الجانب الاخر الامن الغذائي بصفه عامه ما يعني مهم جدا في مساله الخضر والفاكهه والمحاصيل الزيتيه والذره وخلافه، يعني هي تركيبه محصوليه متكامله بتتحط على ضوء، يعني زي ما المقدم بقى قال حالا احنا عندنا مليون فدان، لكن هم بفعل مساله التكثيف المحصولي هيصلوا الى 1.6، لان احنا من نعم ربنا علينا ان احنا بنزرع اكثر من محصول في خلال السنه، وبالتالي المليون فدان يعني وهيبان في العرض بتاعي 1.6 مليون فدان، وبالتالي بتتنوع المحاصيل على حسب احتياجاتنا والدورة الاقتصادية، ودائما احنا بنحرص على ان احنا نعظم الانتاجية زي ما معرض السيد مدير مشروع، احنا يمكن في الفترة اللي جاية متجهين وبدعم سيادتك ان احنا نتوسع في مسألة التقاوي المعتمدة، لابد ان احنا نوسع في مسألة التقاوي المعتمدة، التقاوي المعتمدة من مراكز البحوث بتزيد انتاجيتها، يعني لو بصينا للقمح على سبيل المثال نجد ان الناس اللي زرعت من تقاوي المعتمدة الفدان زاد له حوالي 2 أرداف أو 3، فسيادتك لو نتخيل انا عندي 3,600,000 فدان لو ضربتهم في 2 أرداف بزيادة معناه ان انا زدت مساحة حوالي يعني مليون أرداف بصفة او مليون كذا بصفة نتيجة التوسع في المحاصيل، فده التوجه اللي احنا متجهين ليه يعني. طب من فضلك اشرح لهم موضوع سخة والعائق، مش شوية سخة برضو ولا انا حاطط سخة اللي هو التقاوي الجديدة اللي انت اللي احنا حضرتك التقاوي الجديدة احنا يمكن عندنا جيزة 171 وسخة 95، احنا الحمد لله يمكن متوسط الانتاجية السنة دي 19 أرداف، يعني ما يعادل 2.9 أو 3 طن للفدان، المتوسط العالمي 1.5 طن للفدان، وبالتالي احنا نتيجة البحوث يعني ربنا كرمنا بان احنا بنتوسع في الانتاجية مع التوسع الرأسي بتزيد، احنا يمكن كمان في الرز برضو بنحاول زملائنا بيكتشفوا اصناف جديدة وبتتحمل، عندنا اصناف ان شاء الله، وزي ما سيادتك قلت كده الدورة بتاع الارض بنغيرها من كل سنة، ايضا نوعية الهجن والاصناف برضو بنحاول نجددها كل سنة حتى ما تبقاش يعني تبقى عندها مقاومة للأمراض وتقاوم الصدأ وتقاوم كذا، فدائما بنكتشف البحوث ونطور فيها بصفة مستمرة يعني. أنا بقول كده عشان الناس كلها المزارعين بيسمعونا دلوقتي وهم بيسمعونا مهم قوي يعرفوا إن في تقاوي، لو كانت كميات التقاوي بتاعتنا تكفي الطلب، عشان ما أقولش كلام، لو أنا عندي تقاوي تكفي طلب الزراعه القمح على سبيل المثال على الرقم ده، لان انا يهمني ان الفلاح برضو يستفيد صح. انا بدل ما اطلع 2.5 و4 و2.4 طن للفدان أطلع كل كميه هتزيد هو عائد لي قبل ما تكون عائد كمان للايه للدوله للبلد يعني، فلو كانت انا بقول كده لان فرصه في دايما في المؤتمرات دي، لان حجم التغطيه وحجم المتابعة والمشاهدة ليها كبيرة، وبالتالي رسائلنا للناس ان احنا نقول لهم خلي بالكم طبعا الفلاح شاطر في مصر يعني، لكن بنقول له احنا هنقدر نوفر لك التقاوي المطلوبة اللي تحقق لك انتاجية كويسة ليك ولينا، فلو ده متحقق معالي وزير الزراعة من فضلك طمن الناس وقول لهم احنا جاهزين لده.